هذان خصمان اختصموا في ربهم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار والله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء المرسلون قال إنكم قوم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون